زي ما اتكلمنا وهنفضل نتكلم، خلينا بقى نركز والاستعدادات الخاصه بالاهلي امام كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا، وملفات وكواليس ونقاط عايزين نناقشها، والخصم ونقاط الضعف والقوه، طب ماذا عن المدير الفني، طب ماذا عن التحكيم، نقاط كثيره جدا. بس خلينا نرحب بضيفنا كابتن رمضان السيد نجم الاهلي السابق. صباح الفل يا فندم. صباح الفل، منور يا فندم، ان شاء الله ربنا يخليك كريم. صباح الفل على حضرتك. وعايزين في البدايه يعني استاذنك طبعا قبل ما نتكلم بقى في تفاصيل كايزر تشيفز واللقاء معاه يوم السبت القادم، عموما كيف رايت اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره سواء محليا او قاريا؟ اعتقد ان اداء النادي الاهلي يمكن محليا الحقيقه بعد مباراه بيراميدز، اعتقد ان النادي الاهلي بيأدي اداء يعني من افضل الفترات اللي هي الحقيقه من اول ما مسك موسيماني، بيأدي اداء على مستوى عالي جدا جدا جدا. في لعيبه الحقيقه يعني يمكن انا في رايي ان محمد شريف يعني بالهدفين ضربات الراس اللي فيهم واحده طلع واحده زي كريستيانو رونالدو لما بيطلع بيقف في الهواء وبيلعبها، الحته دي كانت عند محمد شريف ما كانتش كويسه، كانت ناقصاه. بالهدفين دول اعتقد محمد شريف اتنقل نقله كبيره جدا جدا، حتى لو انت بتيجي مثلا بتعمل له الحقيقه تقييم مادي وكده، الهدفين دول بالذات لان هو عنده من الاول عنده السرعه وعنده المهاره، عنده المهارات الكافيه ولكن زي ما نقول مع موسيماني ظهرت او بانت او اثبت نفسه حقيقي، هو كمان لاعب ذكي جدا. بالظبط، يعني انا بالحقيقه في اشاده كبيره جدا بمحمد شريف، انا بعتبره من افضل المهاجمين اللي موجودين في مصر حاليا دلوقتي. فزي ما بقول لك يا كريم الحقيقه لا، الاداء اختلف خالص والاداء اتحسن بشكل كبير جدا. انت يمكن كان في فترات الحقيقه كنت بتعمل نتائج ايجابيه بس الاداء كان شويه، لكن لا انت دلوقتي بتعمل نتائج ايجابيه باداء بمتعه، يعني حتى وصلنا ان احنا بنعمل امتاع الحقيقه لجمهور النادي الاهلي. طيب كابتن رمضان خليني اروح مع حضرتك بقى ونتكلم في تفصيله كده، بدايه بارض الملعب. لو هنتكلم عن المغرب، هل من وجهه نظرك ده بيعطي فرصه يعني متكافئه او زي ما بنقول كده في تكافؤ للفرص بين اللاعبين الاثنين، رغم ان امبارح انا شفت تقرير خاص بالناس في المغرب كانوا بيسالوا راندم يعني كده عشوائي، انتوا هتشجعوا مين، شايفين مين الاقرب للبطوله؟ الناس بنسبه تقريبا 90% كلهم كانوا بيقولوا النادي الاهلي، رغم ده برده احنا لسه قدامنا مباراه صعبه اكيد، ولكن شايف حضرتك برضو فكرة هنا الأرض تكون في المغرب؟ يعني أعتقد إن إحنا هم الكازر الحقيقة لعبوا تشيفز لعبوا مباراتين مع الوداد، يعني واخدين على الملعب والحاجات دي، لكن إحنا كمان إحنا لعبنا مرات كتيرة جدا بصف. جدا وبطولات كتيرة جدا ونهائيات كتيرة جدا في المغرب الحقيقة. أعتقد الدنيا ماشية 50-50 بالنسبة للأرض، يعني الأرض مش هتفرق مع حد طبعا. لكن طبعا إحنا بنتكلم على الحالة الحقيقة اللي عليها لعيبة النادي الأهلي والحالة اللي إحنا وصلنا لها. إحنا إن شاء الله بإذن الله قادرين إن إحنا نحسم اللقاء، رغم أنا بس يمكن عاوزين نتخطى حاجة الحقيقة يا كريم، نقطة مهمة جدا. في ناس يعني أنا في رأيي إن هم اللي ما بيحبوش النادي الأهلي أو إن هم عاوزين يوصلوا لعيبة النادي الأهلي إن هم مثلا يبقى فيها استرخاء، يبقى ده مباراة سهلة، ده مباراة مش عارف إيه. أعتقد الكلام دوت كله إحنا يعني رئيس البعثة الكابتن محمود الخطيب يعني قادر إن هو يحتوي كل الحاجات دي، وزي من الحقيقة في كل البطولات اللي هو كان فيها رئيس بعثه الحقيقه يعني بنرجع بالبطوله ان شاء الله. عمرنا ما استقلينا بخصم يعني بالزبط. التاريخ برضو اللي بيرد مش احنا بالظبط يعني. بالظبط يعني يمكن عمر النادي الاهلي حتى في البطولات المحليه بتيجي بتلعب فرقه مثلا الاخير لا بيتعمل حسابها كويس قوي وبتتقيم كويس قوي. صحيح. فدي نقطه مهمه جدا الحقيقه، لكن انا بقول لك ان احنا الحاله البدنيه والفنيه اللي احنا عليها والنفسيه طبعا مطمئنه بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله. حضرتك قلت في مجمل اجابتك يعني جمله لازم نقف عندها، حتى الناس اللي انت بتعتبر ان هم ما بيحبوش النادي الاهلي، هو مش المفروض ان لما يكون النادي الاهلي بيشارك في بطوله قاريه بهذا الحجم وبيادي الاداء ده الراقي يعني ابتدى رحله الحفاظ على اللقب، مش المفروض ان كل المصريين يكونوا خلفه؟ زي ما لو كان فريق تاني هو اللي في نفس الموقف كنا هنلاقي برضو المفروض ان كل المصريين يكونوا خلفه، ليه ده مش حاصل؟ وهل ده كان او دي كانت نفس الاجواء ايام كنت حضرتك في الملاعب ولا الوضع اختلف مؤخرا؟ لا احنا ايام ما كنا في الملاعب الحقيقه كان في حاجه يعني يمكن هحكي عليها دلوقتي، حاجه كانت مش موجوده ما اتوجدتش بعد كده خالص. تخيل ان احنا مثلا بيبقى عندنا نهائي بطوله افريقيا
وفي تمرينه مثلا قبل المباراه بيومين بيجي لنا مثلا كابتن فريق النادي الزمالك حسن شحاته، يجي ابراهيم يوسف، يجي محمد صلاح، يحضروا التمرينه دي. حلو. واحنا العكس طبعا. كان وقتها برضو نفس الحكايه، لما بيكون هم عندهم بطوله وفي النهائي لا، قبل التمرين قبل المباراه بيومين بتلاقي في محمود الخطيب، بتلاقي في مصطفى يونس، بتلاقي في مصطفى عبده موجودين كباتن الفريق. ايه اللي استجد في الوضع اتغير بناء عليه؟ لا للاسف الشديد حاجات كتيره جدا، وفي استقطاب وفي اجواء مش لطيفه. لا احنا يعني انا اقول لك حاجه، الحقيقه السوشيال ميديا الحقيقه يعني انا في رايي حاجه سلبيه بشكل كبير جدا جدا في وجود التعصب اللي موجود حاليا دلوقتي، في وجود عدم الروح الرياضيه اللي موجوده دلوقتي ما بين الانديه. الحقيقه انا لسه بحكي دلوقتي بقول ان كان هم ناس من عندهم كباتن فرقه بيجوا يحضروا التمرين، واحنا كباتن فرقه بيحضروا التمرين وبنتمنى لهم ان هم يكسبوا، وهم بيجوا يتمنوا ان احنا نكسب. انا هستاذنك كابتن رمضان عشان احنا حريصين طبعا في قناه الاهلي نكون يعني متابعين خطوه بخطوه وبشكل حي ننقل لحضراتكم الكواليس. دلوقتي معانا زميلنا المتالق كريم احمد في المغرب عشان يطمنا على كواليس بعثه الاهلي هناك. كريم صباح الخير، بنصبح عليك انا وكريم وكابتن رمضان وكل جمهور في الأهلي. في البداية صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزة نهاوند، كل التحية لزميلي العزيز كريم وكابتننا طبعا الكابتن رمضان السيد، والشكر موصول والتحية موصولة أيضا لجمهور النادي الأهلي. خليني أبدأ معاك يا كريم، ويعني انقل لنا كده خطوة بخطوة ماذا يحدث. أنتوا وصلتوا امبارح، مين كان في استقبالكم؟ وحسب المعلومات اللي عندي سيادة السفير كان عنده حالة عزاء فكان القنصل موجود. بعد كده وصلتوا للأوتيل، بعد كده النهاردة هيتم التدريب الساعة كام؟ غدا التدريب هيكون شكله إيه؟ لغاية يعني التدريب النهائي إن شاء الله يوم الجمعة استعدادا بقى ليه يوم السبت. نقلنا الاجواء عندك، اتفضل. يا رب طبعا في البدايه كل الاجواء هنا والظروف تكون يعني مع الفريق النادي الاهلي، ورحله الدفاع عن اللقب غالي جدا طبعا، البطوله العاشره ان شاء الله باذن الله بجديه اللعيبه وبتركيزهم الكبير ان شاء الله باذن الله نقدر في 90 دقيقه نرجع من كازابلانكا رافعين الكاس ان شاء الله باذن الله. ويمكن دي ثقه كبيره جدا من كل جمهور النادي الاهلي في كل اللعيبه والجهاز الفني. انت عارفه طبعا زميلتي نهاوند وزميلي كريم يمكن توجهنا مباشره من مطار القاهره في تمام الرابعه عصرا، يعني الرحله يمكن استغرقت 5 ساعات و10 دقائق، وصلنا هنا الى مطار الدار البيضاء يعني نقدر نقول 8:30 بتوقيت كازابلانكا، في فرق ساعه طبعا بين مصر وبين الدار البيضاء. لكن مباشره مجرد وصلنا الى مطار كازابلانكا تواجد طبعا معالي القنصل ومسؤولي السفاره بالكامل لتسهيل الاجراءات الخاصه بالتاشيرات والاجراءات الخاصه في المطار، لان يمكن كان في تكدس شويه في مطار الدار البيضاء امس، لكن يعني طبعا مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع التنسيق الكامل الامور الحمد لله كانت طيبه جدا لكل البعثه بالكامل. ومباشره الى فندق الاقامه، يمكن قلنا فندق الاقامه بيبعد عن المطار 35-40 دقيقة. كمان احنا كنا متواجدين في التوقيت الحظر، يعني الحظر هنا بيبدا 11 مساء، فلكن الساعه اللي كانت قبل الحظر ما بيبقاش في اي حد متواجد، فنقدر نقول ما استغرقناش وقت طويل حتى وصول فندق الاقامه. مجرد الوصول لعيبه مباشره تناولت وجبه العشاء ومنها طبعا الى الغرف. فندق جيد جدا طبعا، ويمكن الجانب الاداري بناكد عليه بشكل مميز جدا، الكابتن سعيد عبد الحفيظ الكابتن سمير عدلي اختيارهم بيكون موفق جدا، ليمكن الراحه او ما فندق الاقامه بيكون مميز بيساعد لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا على التركيز فقط، اما الفندق بيكون في اي مشاكل يعني الامر ما بيبقاش جايب بالنسبه للعيبه. لكن ده اللي احنا متعودين عليه الحقيقه من الجهاز الفني والجهاز الاداري من النادي الاهلي، ان الامور الحمد لله كلها بتكون مرتبه بشكل مميز جدا، لان المردود ان شاء الله مستنيينه باذن الله يوم السبت 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره، وهي موعد مباراه الاهلي وكايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا. النهارده نقدر نقول بقى اليوم صباحا كالعاده، نقدر نقول النهارده 10 صباحا هو افطار لاعبي النادي الاهلي، يمكن الفطار فري الجهاز الفني طبعا واستشاري التغذيه الدكتور عبد الرحمن سعيد، يعني يمكن عامل فري شويه الفطار بالنسبه لعيبه النادي الاهلي اللي عايز يكون متواجد، يمكن في بعض اللعيبه كمان صايمه للنهارده، لكن على طول خلاص مباشره عقب انتهاء الفطار نقدر نقول بقى هيكون في غداء 2:30 بتوقيت المغرب، ومحاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه 6:30 بتوقيت الدار البيضاء، ومنها مباشره التحرك الى ملعب كهرماء الدار البيضاء اللي هيستقبل النهارده تدريب فريق النادي الاهلي الاول. يمكن الملعب ده تدربنا عليه الحقيقه في النسخه الماضيه، ويمكن كان فال وشه، ويمكن وشه كان حلو علينا، ويمكن فزنا على نادي الوداد المغربي بنتيجه 2-0، ملعب جيد جدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون النهارده جرعه تدريبيه لفريق النادي الاهلي قويه يستفيد منها كل اللاعبين، بيتسو موسيماني ايضا كمان اللي بيحاول ان هو بشكل كبير جدا يحضر كل الفيديوهات وكل اللقطات وكل المباريات الاخيره لفريق كايزر تشيفز. فريق قوي، فريق مميز، ما نقدرش نقول عليه فريق سهل، ويمكن ده اللي بياكد عليه بشكل كبير الجهاز الفني، بيحققوا نتائج مميزه جدا، بيعرفوا يلعبوا فرق الكبار، بيعرفوا يلعبوا المباراه الواحده، فمحتاجه مجهود اكبر من الجهاز الفني ومحتاجه مجهود وتركيز اكبر كمان من لاعبي النادي الاهلي. لكن
الحاله اللي احنا شايفينها وحاله التركيز ووجود مجلس الاداره معانا، يمكن متواجد معانا طبعا كعادته طبعا ويمكن الرساله الدائمه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، نائب رئيس مجلس اداره ايضا كمان الاستاذ عامر فاروق، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ طارق انديل، الاستاذ محمد سراج، كل الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي متواجد معانا. ويمكن دي مديه اشاره كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي ان البطوله مهمه جدا، وجمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير ان شاء الله باذن الله ان ربنا يكون مع فريق النادي الاهلي ونرجع ان شاء الله منتصرين ورافعين كاس البطوله العشرة. الامور الحمد لله طيبه حتى هذه اللحظه، بنعمل بقى مع مرور الايام الطقس والجو وتحركنا وكل الامور دي تكون معانا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي. انا معاكم لو في استفسارات زميلتي نهوان زميلي الكريم. انا كنت لسه عايز اسالك عن الطقس، لو تنقل لنا برده الطقس اخباره ايه هناك، لان احنا عايزين نطمن اكيد على اللعيبه بتاعتنا. وفكره كمان ان موسيماني الحركه اللي عملها الرائعه بصراحه ان هو اخذ معاه كل المقيدين، يعني قلنا كريم نيدفيد وغيره، فده برده انعكاسه بالظبط، فانعكاسه ايه برده كده لو تنقل لنا في الطياره وفي الفندق والاحاديث الجانبيه اللي دارت. يا كريم اتفضل. يعني هبدا معاكي زميلتي نهاوند بالطقس. الحقيقه انا الطقس مميز جدا، يعني يمكن وصلنا كان 8:30 مساء، يعني درجه الحراره 24 و25 وفي بروده شويه، يعني الامر ده كان مهم جدا مفتقدينه الحقيقه في مصر، درجات الحراره مرتفعه جدا، لكن الجو هنا الحقيقه مميز، وبنامل ان نكون يوم السبت ان شاء الله في نفس الموعد هذا الطقس المميز جدا. الاجواء هنا طيبه جدا، وحقيقة يمكن ذكرتي شيء مميز جدا زميلتي نهاوند، يمكن بيتسو موسيماني لعيبه كلها متواجده معايا، لان في لعيبه كبيره وقيمتها كبيره جدا، يعني على راسهم طبعا وليد سليمان واحد من كباتن النادي الاهلي. وليد مش جاهز، لكن دوره مهم جدا في المعسكر ودوره مهم جدا مع اللعيبه، واحاديث مستمره. كريم نيدفيد كمان ومحمود متولي ومحمد محمود، كل اللعيبه متواجده، ده امر مهم جدا لان الجماعيه في هذا الامر والاحاديث الثنائيه والاحاديث الجماعيه وكل واحد بيحفز زميله، ده امر مهم جدا، ويمكن مش كبير على النادي الاهلي ومش بعيد على كل الكباتن. بنشوف الشناوي، ايمن اشرف، وليد سليمان، سعد سمير، كل اللعيبه الكبار كباتن فريق النادي الاهلي بيحفزوا وبيشجعوا اللعيبه، زي واحد زي اكرم توفيق يعني اداؤه مميز جدا، بيحمسوه بيحفزوه، وبنتمنى كمان اكرم يكون ليه دور الحقيقه في المباراه النهائيه على ادائه المميز والرائع جدا. الاجواء مطمئنه والاجواء طيبه، ولعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير، المعنويات مرتفعه من المباراه الاخيره من بطوله الدوري العام، في فصل تام زميلتي نهاوند انت عارفه بين بطوله الدوري والبطوله الافريقيه، هي مباراه وحيده 90 دقيقه، في حاله التعادل هنبدا نخش في اكسترا تايم، بنامل ان شاء الله ما نوصلش لهذه المرحله بالجديه الكبيره اللي شايفينها وبشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، نقدر ان شاء الله باذن الله في 90 دقيقه ننهيها، ونقدر ان شاء الله كمان مره نرجع بكاس البطوله العاشره في دوري بطولات النادي الاهلي. انا قبل ما اختم هسالك حاجه سريعا جدا، طمنا عن طاهر محمد طاهر يا كريم لو تسمح. طاهر جاهز بكل قوة للمباراة، سواء يكون متواجد في دكة البدلاء أو في القائمة بشكل عام، وبينضم له كمان علي لطفي، يعني علي لطفي كمان بيعلن جاهزيته بالنسبة للتدريب اللي كان أمس في مختار التتش، يمكن شارك في التدريب الجماعي بكل قوة. طاهر محمد طاهر وعلي لطفي وكل اللعيبة الحقيقة جاهزين بشكل كبير، ويمكن المرحلة دي بقى زميلتي نهاوند محتاجة تضحيات كبيرة جدا ومحتاجة إنكار ذات كبير جدا من كل اللاعبين، هو هدف واحد إن شاء الله بإذن الله نعود من هنا، ويمكن الدعم كمان مهم هنا من كل جمهور المغرب، جمهور الوداد وجمهور الرجاء الحقيقه بيدعموا وبيشجعوا، اي حد بيقابلنا بيتمنى لنا الفوز، ده امر كنا مفتقدينه بشكل كبير، لان لو كان الطرف هو الوداد الامر كان هيكون مختلف شويه. فيا رب كل المؤشرات دي وكل الجو والمناخ والطقس وكل الامور دي تكون معانا ان شاء الله يوم السبت، يا رب ان شاء الله باذن الله دعوات كل جمهور النادي الاهلي نقدر بكل قوه ان شاء الله نعود بالبطوله على 10 ان شاء الله باذن الله. شكرا على هذه التغطيه جدا يا كريم، نشكرك جدا، واعتقد اكيد كريم هيكون مع كل البرامج وقناه الاهلي في التغطيه المستمره على القناه لغايه يوم المباراة وبعدها بإذن الله. ويمكن ده اللي أنا قلته قبل كده عن اللقاءات اللي كانت مع بشكل عشوائي مع الجمهور هناك، كله كان بيتكلم ان الاهلي نادي كبير وفي نفس الوقت بيمثلنا عربيه، في تعاطف كمان، فيعني امر متوقع يعني ومحترم، ويمكن دي الحاجه اللي هي المفروض تبقى موجوده، يعني المفروض تبقى موجوده عندنا هنا في مصر. صحيح. اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه الحقيقه كريم، وقلنا ان احنا يعني ازاي لما يكون نادي الزمالك بيلعب نهائي بطوله ازاي احنا بنسانده، وازاي لما يكون نادي الاهلي بيلعب نهائي بطوله ازاي الجمهور الزمالك بيسانده. شوف احنا مثلا رايحين المغرب، الجمهور هناك الجمهورين اذا كان الرجاء او الوداد متعاطفين جدا مع النادي الاهلي، لان برضك حته ان نادي مثلا عربي برضك دي حاجه مهمه جدا. لو من قديم الازل دايما في علاقه طيبه جدا ما بين كل من هو مغربي وكل من هو مصري، ومحبه متبادله من زمان، والحقيقه طبعا اكيد الشكر موصول لزميلنا كريم، لان كل اخباره مش مجرد وافيه ومطمئنه وتخلينا كده ايه يعني في حاله استرخاء، ولكن
بتحفز وتربص بطبيعه الحال. انا عايز اسال حضرتك على تفصيله برضو كانت ملفتة للنظر لدى الكثير من الناس في الفتره الاخيره واتكررت في اكثر من مباراه، وكانت الناس الاول مش فاهمه ده بيحصل بناء على ايه، ولكن ابتدت الصوره تتضح لاحقا. فكره ان الاهلي في اغلب الاحيان في الفتره الاخيره بيسيب الاستحواذ الى حد كبير للفريق المنافس بغض النظر عن مين هو الفريق المنافس، وبغض النظر حتى عن حجم اللياقه البدنيه اللي هم بيتميزوا بيها من عدمها، وبيحصل ان بنهايه الشوط الاول مع بدايات الشوط الثاني بتحس ان الفريق ده استنزف بالفعل، وبيبتدي هنا بقى ايه المارد الاحمر يتالق في ارضيه الملعب. التكنيك ده الاسلوب ده يخوف ولا بالعكس ده وراه فكر عميق بيؤتي ثماره لاحقا؟ يعني انا هقول لك حاجه كريم، لو احنا بنشوف مثلا اخر مباراتين في البطوله الافريقيه الحقيقه الترجي، بنتكلم المباراه الاولى او المباراه الثانيه اللي اتلعبت في القاهره، اعتقد ان احنا معانا مدير فني على فكره على مستوى عالي جدا 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 موسيماني الحقيقه، وكل مباراه ليها القرايه بتاعتها وبيحط لها التكتيك ويحط لها التشكيله ويحط لها خطه اللعب. يعني احنا في المباراه الاولى في الترجي في تونس، الترجي الحقيقه بعد بالظبط 40 دقيقه من الشوط الاولاني هم ابتدوا ينزلوا بدنيا زائد الشوط الثاني كله، ينزلوا بدنيا بشكل كبير جدا. احنا هنا المباراه الثانيه تخيل ان الراجل الطبيعي، الطبيعي ان انت مثلا كاي حد مدير فني يجي يقول لك لا ده انا هلعب ضاغط وخلص المباراه في الشوط الاولاني واحسمها وكده، لا هو حسبها على حسب تقييمه هو في على البدن اللي كان موجود او اللي نادي الترجي افتقده في الشوط الثاني. فهو كمان ادالهم اللي انت بتتكلم عليه، ادالهم الاستحواذ في الشوط الاولاني حوالي 30-35 دقيقه، وهو كان عامل حسابه ان هو الشوط الثاني النادي الترجي هيقع بدنيا وهو هيبتدي يعمل الضغط اللي هو عمله الحقيقه في الشوط الثاني. بس هو مش دايما الاحسن ان انت تحسم الامور على قد ما تقدر من اولها، على فكرة لان انت برضه بتحطم الحاله المعنويه للفريق المنافس زي ما بتستنزفه بدنيا، انت برضه بتحطمه نفسيا وبتبعد الفوز عنه. على فكره ده اتوجد في مباريات قليله جدا بالذات في مباراتين الترجي، لكن هو الحقيقه مباريات كتيره جدا لما يكون التشكيله بتاعته كامله. احنا قعدنا فتره كبيره جدا بنلعب بدون علي معلول. علي معلول اعتقد يعني عنصر مهم جدا جدا في النواحي الهجوميه وفي حته الاستحواذ وحته الجبهه الشمال واحيانا الدفاعيه كمان. طبعا طبعا علي معلول لما يعني افتقدناه شويه وكان في اصابات كمان فترات، فهي يمكن هي دي بس اللي كان بيدي بيسيب نسبه الاستحواذ، لكن هو في كل مباراته بيلعب ضاغط وهو كمان بيستحوذ وبيعمل بناء الهجمه من تحت. طبعا بدر بنون بايمن اشرف بياسر ابراهيم في مجموعه عنده، طبعا بعلي الحقيقه بهاني قبل ما يتصاب، اكرم حقيقه اللي انا بعتبره من افضل لعيبه النادي الاهلي في خلال الاربع مباريات الاخيره الحقيقه بما فيهم كمان مباراه الحقيقه افريقيا، اعتقد ان في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا جدا جدا. المركز ده كان حقيقه عندنا قلق فيه لان محمد هاني لما كان بيتصاب ما كانش البديل الحقيقه ما كانش على مستوى، يعني يمكن لما نيجي نتكلم في مباراه الحقيقه لعب فيها بيكهام لا يعني ما قدرش ان هو يعمل الباك اليمين بالشكل اللي هو لعب النادي الاهلي، لا اكرم لا ده بقى قوه هجوميه. يعني انا في رايي كمان ان اكرم كمان لو في منتخب مصر قريب هتلاقيه هو من ضمن اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر رقم واحد في الباك رايت، رغم ان هو لسه متسكن فيه من حوالي 4-5 مباريات. فاحنا زي ما بقول لك احنا بنسيب فترات او الراجل بيسيب فترات حته الاستحواذ يمكن بس بسيطه جدا، وزي ما قلت لك حتى هو فكره وفكر في مباراه الترجي بالشكل ده ان هم بدنيا هيقع الشوط الثاني ويبقى انا ادوس في الشوط الثاني. على فكره حتى لو يعني شوف بقى كمان هقول لك حاجه، حتى لو دخل فيه جول هو عامل حسابه ان هو النواحي البدنيه بتاعت النادي الاهلي هتعمل تفوق كبير جدا وهيقدر يخلص المباراه. طب احنا عايزين نتكلم شويه كمان عن كايزر تشيفز، وعندهم لعيبه كويسه يعني اللعيب السربي سمير نوكوفيتش مانياما، عندهم اسامي كويسه وفي نفس الوقت الحارس بتاعهم كويس جدا حتى البديل بتاعه برده كويس، لكن هذا الفريق برده من اللي احنا شفناه اللي هو اللعب الغير متوقع، لكن هو بيميل الى الدفاع اكثر من الهجوم. فربما لو احنا هنتكلم بقى عن الشكل المتوقع، بنتوقع هنا ان الاهلي يكون ضاغط، الكايزر تشيفز على الصعيد الاخر هو بيدافع في الدقائق الاولى، ولا المباراه دي مش مفروض ان هي تتلعب كده، المفروض يكون في هجوم من الفريقين لان احنا عايزين نسجل هدف اسرع.
هو كايزر الحقيقه مش هيقدر يهاجم النادي الاهلي، يعني هو يمكن عنده الاثنين لعيبه بس اللي هم الحقيقه الاثنين مهاجمين اللي عندهم عنصر السرعه، وفيهم في واحد سمير ده بيقدر يعمل تمركز في ال 18 بشكل كويس قوي هايل في تعامله مثلا مع الكرات العرضيه، لكن هم بيعتمدوا في كل مبارياتهم الحقيقه على ان هو بيقفل الجيم وبيضيق مساحات وبعد كده يلعب على المرتده. اعتقد ان النادي الاهلي العكس، النادي الاهلي يمكن احنا لسه دلوقتي كريم بيتكلم ان هل احنا ممكن نفرط في الاستحواذ في الشوط الاولاني في المباراه دي؟ لا بالعكس، لا احنا هننزل، النادي الاهلي هينزل ضاغط وهينزل ان شاء الله باذن الله يقدر ان هو كمان يحسم المباراه من الشوط الاولاني ان شاء الله باذن الله. لكن برضو احنا مباراه نهائيه، ويمكن احنا شفنا الحقيقه في بطوله اوروبا شفنا منتخبات كبيره جدا ده لسه قايلينها والله خرجت. ما مش متوقع ابدا يعني خالص خالص الفاينل ده او الفينال ده انجلترا وايطاليا ما حدش كان مرشحهم خالص يعني هم جايين من بعيد خالص الحقيقه انجلترا وايطاليا. انت مثلا لما الناس كانت مديه فرنسا، الناس كانت مديه المانيا، البرتغال، بلجيكا بالنجوم الكبار جدا اللي عندهم الحقيقه. فعشان كده انا بقول لك ان احنا لا يعني ان شاء الله باذن الله هنقدر ان احنا ننزل نحسم في الشوط الاولاني ونلعب ان شاء الله بقى احنا قادرين ان احنا نحسم في الشوط الاولاني ان شاء الله. هو ساعات يبقى اللي جاي من بعيد على حد تعبير حضرتك يقلق طبعا بعض الاحيان يقلق. هنرجع للنقطه دي بعد اذن حضرتك، بس الاول اسمح لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي، وعوده من جديد لضيفنا اللي منورنا ومشرفنا كابتن رمضان السيد. و يعني طبعا احنا اتكلمنا في تفاصيل كتير تخص اللقاء المرتقب بين الاهلي وكايزر تشيفز، ولكن يمكن لسه ما وصلناش بقى للحته بتاعه توقعات حضرتك للتشكيل مثلا اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في هذا اللقاء، والطريقه اللي متخيل ان ممكن موسيماني يخلي اللعيبه يلعبوا بيها. يعني اولا يمكن لازم نشيد بحاجه حاليا دلوقتي في الفتره دي، ان احنا بنمتلك الحقيقه حوالي من 20 ل 22 لعيب في كل مراكز الحقيقه الملعب، اثنين لعيبه او ثلاثه لعيبه كمان في كل مركز على فورمه عاليه جدا جدا جدا، يعني صحيح. من فتره كبيره جدا ما وصلناش الفورمه دي. يعني لما نيجي بنتكلم الحقيقه على طبعا الشناوي، طبعا معاه علي لطفي ومعاه شوبير مصطفى شوبير الباك اليمين، طبعا انا في رايي ان اكرم توفيق حجز المكان دوت، وحجز المكان ده كمان يعني في منتخب مصر كمان مش في النادي الاهلي بس، في الحته بتاعت الاثنين مساكين في بدر بنون وفي ايمن اشرف اللي الراجل الحقيقه بيثق فيهم بشكل كبير جدا في كل مباراه، هم جديرين بالثقه دي طبعا يعني. طبعا والاثنين طبعا يعني رضاك عاملين مستوى عالي جدا معاهم. طبعا ياسر ابراهيم الحقيقه نفس الحكايه، كل ما بيحتاجه بيلاقيه ياسر ابراهيم، يعني عنصر مهم جدا كمان مع ايمن ومع بدر بنون. طبعا علي معلول لا ما فيش طبعا خلاف عليه ان هو طبعا مفتاح لعب ناحيه الشمال، ومن اللعيبه المهمين جدا جدا في اداء النادي الاهلي، ثبات دائم في المستوى طبعا، ومن اللعيبه اللي عاملين ثبات في المستوى كمان طبعا. ودي كمان بتبقى حاجه كويسه قوي. الاثنين الديفندر هو يلعب طبعا 4-2-3-1 اعتقد، هيبقى في اليو ديانج وفي السوليه. طبعا لو حمدي فتحي نفس الحكايه، لو دخل مكان حد فيهم برده ما عندناش اي مشكله خالص، لكن هو اكيد هيلعب باليو ديانج وهيلعب بالسوليه. الثلاثه اللي فوق هيبقى حسين الشحات ناحيه اليمين، وقفشه طبعا اللي هو انا بعتبره يعني من افضل اللعيبه اللي موجوده في المسابقه، وكمان انا في رايي كمان ان هو لو نيجي حتى بنعمل اختيار لافضل لعيب على المستوى الافريقي في المحليين، اعتقد ان قفشه هتبقى ما بين قفشه ومحمد شريف، لانه ليه كذا دور، هو بلاي ميكر رائع، هداف برده رائع، يعني بيدافع برده، بيتحكم في رتم اللعب، بيعمل استحواذ، باصات هايله طبعا، لا عامل كل حاجه صح يعني قفشة. وبعد كده هيبقى ناحيه الشمال، لو انا في رايي لو طاهر سليم ان شاء الله يبقى طاهر بادئ، وطبعا محمد شريف اللي هو انا بعتبره من افضل المهاجمين اللي موجودين في افريقيا حاليا في الدوري. كلنا والله طبعا. انا عايز استاذن حضرتك ان انا اتوجه بنفس السؤال ده بحذافير، ولكن هاتفيا بقى معانا دكتور احمد بيومي محلل الاداء بقناه النادي الاهلي. دكتور احمد صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك معانا. صباح الفل عليكم جميعا، وطبعا الفل على ضيفكم الكريم طبعا، وخلينا نقول بقى صباح العشرة باذن الله. ايوه ايوه ان شاء الله يا دكتور. انا سالت طبعا كابتن رمضان على رؤيته وتوقعاته فيما يتعلق بالتشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي المباراه المرتقبه مع كايزر تشيفز، والطريقه اللي موسيماني غالبا هيوجه لعيبته اللعيبه بتوعه ان هم يلعبوا بيها. خلينا اسال حضرتك نفس السؤال لو تكرمت يا دكتور احمد.
وخلينا نقول ان مستر اوسيمين طبعا في اخر المباراتين حصلت مع الترجي كان فعلا قدر ان هو يغير الاسلوب بشكل واضح وما لعبش ب 4-2-3-1، ولكن ما اعتقدش قدام فريق كايزر ان هو هيبتدي ان هو يبالغ في الدفاع او في التحفظ قدام الفرقه. طبعا احنا عارفين دي مباراه نهائي مش 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 بعيدا عن الاستهانه بالمنافس، ولكن برضه مش اعتقد ان هو مش هيبالغ ويلعب ب 4-3-3 وبأي كان شكلها جوه الملعب، ولكن هو فعلا انا بتفق طبعا مع الكابتن ان هو هيلعب ب 4-2-3-1، وده الاغلب اللي هو ان شاء الله هيلعب بيه يعني ان شاء الله. طيب المنافس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو فريق كايزر تشيفز يمكن حتى في البطوله نفسها يعني وفي مراحل مختلفه كان اداؤه متذبذب، وبعدين كان بتحصل حاجات ساعات بتكون اكستريم شويه، يعني ممكن يلعب فريق زي سيمبا التنزاني يخسر منه ذهابا 4 ويكسب 3 في العوده او العكس، وحصل نفس الكلام كمان مع الوداد المغربي لما يعني اتغلب منه في المراحل التمهيديه من البطوله ورجع هو اللي انتصر عليه باجمالي المباراتين اللي خاضهم امامه مره ثانيه في الادوار اللاحقه. فالفريق لما يكون متذبذب في ادائه وفي نتائجه للدرجات دي حاجه مطمئنه ولا حاجه تقلق ولا ايه؟ هي تقلق من نقطه ان انت دايما لما بنقول انت بتلعب فرقه عندها قدر من العشوائيه ده بيقلق، ان انت بتبقى مش عارف بالظبط ايه شكل طريقه لعبه طبعًا. ولكن في نقطه ايجابيه هنا، يعني تحت جميع الجهاز الفني اللي موجودين في النادي الاهلي عندهم دلوقتي كل المباريات الخاصه بفريق كايزر تشيفز، يعني عندهم لا يقل عن 44 مباراه كامله جميع مبارياته في الدوري موجوده قدامهم على منصه الفيديو قدامهم، وعندهم كمان جميع المباريات ال 14 مباراه اللي خاضها في الشامبيونز الافريقي، فهو دلوقتي عنده درايه كامله بطريقه لعبه بمفاتيح لعبه، هو بيلعب بطريقه ايه بالظبط، طريقه بنائه للهجمه، فهو دلوقتي اعتقد بشكل فوق يتعدى ال 100% ان فريق الاهلي دارس فريق كايزر تشيفز بشكل كامل وبكل مفاتيح لعبه. هو طبعا زي ما بقول لحضرتك بعيدا عن الاستهانه بالمنافس، هو طبعا هم لاعبين الدوري في جنوب افريقيا، هو الدوري خلص طبعا، هم لعبوا 30 مباراه، هم ترتيبهم الثامن، يعني حتى ترتيبهم في الدوري هو ترتيب متوسط افضل ابدا، ما تقولش انها فرقه منافسه او فرقه بطوله. يعني اول مره طبعا هم يوصلوا للنهائي، فاعتقد بس هي دي النقطة الإيجابية عندهم ان هم هيبتدوا ان هم يبذلوا أقصى جهد جوه الملعب بدنيا بقى. بس حضرتك بتقول في يعني حاجه و40 مباراه ليهم في بطولات مختلفه اكثر كمان من 44 مباراه، فطريقه لعبهم المفروض ان هي اتضحت بما يكفي بالنسبه لموسيماني وحتى لعيبه النادي الاهلي، طريقه لعبهم دي تستدعي ايه من موسيماني ومن اللعيبه بالمناسبه؟ بالظبط احنا لو بصينا خصوصا ان هم في اخر مباراه لعبوها قدام الوداد هم لعبوا 3-4-3 تمام، وخصوصا دي في الناحيه الدفاعيه بتنطلق لخمسه في قلب الدفاع. وهم برضو في طريقه لعبهم لو جينا بصينا على المعدل العام لشكل الفرقه اللي ممكن نوضحه للساده المشاهدين، هم معدل استحواذهم خلال ال 44 مباراه اللي لعبوها بيوصل 48%، اذا فهي فرقه مش بتعتمد على الاستحواذ. صحيح. واحنا بنقول برضو ان مش دي نقطه سلبيه، لا احنا بنقول ده الشكل عام لطريقه اللعب، يعني مش لازم تكون الفرقه توصل لمعدل استحواذها 55 و57%، لا احنا بنقول شكل طريقه اللعب بتاعتهم، هي فرقه ما بتلعبش على الاستحواذ. برضه لو جينا بصينا هم عندهم القدره ان هم يدوروا الكوره جوه الملعب بشكل كبير، لا برضه ما عندهمش القدره دي، هم بيعملوا متوسط حوالي 330 تمريره في عرف فريق كره القدم، ده معدل منخفض جدا ان انت تقدر تلعب تمريرات جوه الملعب تمام. فهم فرقه ما بتعتمدش على الاستحواذ ولا تدوير الكوره كتير بشكل كبير جوه الملعب، ولكن النقطه اللي لاحظناها في ال 44 مباراه هو معدل التمريرات الطوليه، بيعملوا اكثر من 40 تمريره طوليه جوه الملعب في المباراه الواحده، وده معدل كبير جدا، ده بيديني انديكيت لشكل اللعب، اذا هم ما بيلعبوش على الاستحواذ او ما بيلعبوا على الكرات الطوليه، وبتبدا فعلا من قلب الدفاع تمريرات طوليه، احنا بنتكلم في تمريره لا تقل عن 40 متر، اذا فهم بيلعبوا على الكرات الطوليه من قلب الدفاع، بيلعبوا على العرضيات بشكل كبير، لكن ما بيلعبوش على الاستحواذ، ده شكل عام لشكل الفرقه، اذا احنا رايحين عارفين احنا بنلاعب مين، اللعيبه ما عندهمش القدره ان هم يدوروا الكره في وسط الملعب، ولكن بيلعبوا على الكرات الطوليه، ده الشكل العام لفرقه كايزر اللي باذن الله الاهلي هيواجهها. هو برضو يعني اخيرا اسمح لي بس اسال حضرتك السؤال ده قبل ما ننهي مع حضرتك المكالمه اللي طبعا بنشكرك على مشاركتك معانا من خلالها. شكرا يا فندم. هو انهي الاهم، الاستحواذ ولا الاختراق والتهديف؟ ولا ده بيؤدي لده؟ انا عندي مفاتيح لعبي شكلها ايه وايه امكانيات لعبتي عشان اقدر انفذ طريقه اللعب، يعني الاستحواذ هو مش هدف، هو وسيله عشان ان انا اقدر في الاخر اقدر ان انا انهي الهجمه واجيب اهداف، انا ممكن اعمل استحواذ
70% بس ما اقدرش انهي الهجمه نتيجه ان انا استحواذي سلبي عشان انا ما عنديش القدره من صانع الالعاب او المهاجم بتاعي انه يعمل فينش. تمام؟ فاذا انا ما عنديش القدره دي فهلجا للطريقه الثانيه ان انا العب على هجمه مرتده او ان انا العب على الكرات الطوليه واستغل السكند بول. فاذا اولا واخيرا ده حسب امكانيات فرقتي. فبنقول ان فرقه الاهلي لا فرقه الاهلي فرقه استحواذ عندها من اللعيبه ومن الامكانيات في نص الملعب وفي قلب الدفاع ان هم يقدروا يدوروا الكوره بشكل كتير يقدروا يعملوا بناء هجمه بشكل واضح. ولكن زي ما بقول لحضرتك هم فرقه ما عندهمش الامكانيات دي اذا هيلعبوا على الطريقه الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الكرات الطوليه بشكل كبير هيلعبوا على العرضيات هيلعبوا على السكند بول ده هيبقى شكل طريقه لعبهم. طيب دكتور احمد انا اخيرا هروح مع حضرتك لسؤال خاص بالمديرين الفنيين لان ده اعتقد برضو مهم ان احنا نفهم اكتر عنهم. دلوقتي لو هنتكلم عن كايزر تشيفز هو غير في خلال شهر دلوقتي معاه هذا المدير الفني يعني الاسكتلندي وربما هو مع هذا المدير الفني الجديد هو اداء اعتقد اصبح افضل بكثير يعني. دي نقطه. النقطه الثانيه لو هنتكلم عن موسيماني ومدى درايته بهذا الفريق وان هو برضو جنوب افريقي وان هو يعني مرن لعيبه كتير برضو موجودين وهو على درايه بطبيعه هذا الفريق ولعب ضدهم كتير جدا يعني تواجهوا في يعني ماتشات كتيره جدا فبرضو ده يحسب ازاي او يقاس ازاي؟ اتفضل. بالضبط دي من اكثر النقاط الايجابيه اللي موجوده عندنا دلوقتي ان احنا عندنا مدير فني عارف الفرقه اللي هو راح يلعبها بصرف النظر ان هو اوريدي شافها بالفيديو لا هو اوريدي واجهها اكثر من مره في الدوري الجنوب افريقي فهو اوريدي عارف مفاتيح اللعب اللي موجوده هناك عارف الناس بتفكر ازاي عارف ان هم هيبداوا ضاغطين عليك ولا لا فدي من اهم النقط اللي موجوده يعتبر الحمد لله انها موجوده عندنا ان المدير الفني اوريدي من نفس الكونتري اللي موجوده منها المنافس اللي انت رايح تلعبه وعارف اوريدي مين الهداف اللي موجود طبعا الهداف عندهم اللي هو سمير نوكوفيتش اللي هو عامل 3 اهداف بالظبط وعندهم برضه لعيب في نص الملعب اللي هو بيرنارد اللي هو قادر ان هو يعمل تمريرات بينيه كتير جدا ده برضه من نواحي الخطوره اللي موجوده فده بيدينا نقطة إيجابية لفرقتنا إن إحنا عندنا مدير فني على دراية بكامل المفاتيح دلوقتي بعيداً إن هو أوريدي شاف الفرقة وعنده فيديوهات ليها لا هو أوريدي واجهها قبل كده أكتر من مرة فده بيدينا نقطة زيادة ونقطة تقدم عليهم بإذن الله. بإذن الله. شكراً ليك يا دكتور شكراً ليك جداً. شكراً ليك شرف أكون متواجد معاكم أكتر من مرة. شرفتينا إحنا يا فندم جزيل الشكر لحضرتك دكتور أحمد وعودة لكابتن رمضان وحتى النقطة اللي ذكرها دكتور أحمد فعلاً يعني إيه ابتدت تؤتي ثمارها هي كمان مؤخرا اول ما تم يعني التعاقد مع بيتسو موسيماني كان في ناس كتير وقفت عند تفصيله انه جنوب افريقي بالظبط هي نفعتنا جدا بقى في البطوله الاخيره بالتاسعه وفي مشوار العشره كمان وكمان في التوقيت كمان ده كان قرار الحقيقه من الكابتن محمود الخطيب الحقيقه ولجنه الكوره الحقيقه كان قرار مهم جدا 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 لانك انت المدير الفني بتاعك مشي والوقت ما يكفيش ان انت تجيب اي مدير فني من اوروبي ويجي يقول لك ايه يقول لك لا انا ماليش دعوه بالماتشين اللي جايين دول انا مش مسؤول عنهم صحيح. لكن ده هو جاب موسيماني لان موسيماني ملم بالوداد وملم بنادي الزمالك ويعني ملم بالقصه دي ويمكن موسمين ورا بعض بيوصل نهائي فبالتالي لا ده كان الحقيقه يعني قرار يعني من القرارات المهمه جدا للكابتن محمود الخطيب الحقيقه صحيح بنتكلم الحقيقه ده بنكمل كلامنا الحقيقه يعني يمكن هم زي ما قلت لك هم حته الاستحواذ ما بيفكروش فيها خالص هم بيفكروا يضيقوا مساحات واستخلاص الكوره وبعدين يحطوا في المساحات اللي هي اللي لعبتهم بيتحركوا فيها ودي يمكن الخطوره اللي عندهم يعني بيعملوا منها خطوره وزائد ان هم كمان بيعملوا الكرات العرضيه الحقيقه من اي حته في الملعب يعني مش لازم يوصل لنهايه الخط عشان يعمل الكروس لا هو بيعمل الكرات العرضيه دي من اي حته لكن احنا زي ما قلت لك احنا قادرين ان احنا نقفل عليهم وفي نفس الوقت يعني احنا كمان حتى يمكن بنمتاز برضك عن اي فرقه موجوده دلوقتي في افريقيا ان انت عندك 5 تبديلات بينزلوا يصنعوا الفارق طبعا يعني ممكن اي فرقه في لعيبه كويسه لكن مش لدرجه ان هم ينزلوا يصنعوا الفارق يعني صلاح محسن انت النهارده مثلا في مثلا حوالي 4-5 مباريات بينزل يخلص المباراه يعني وهو بديل اي البدله كلهم اللي بينزلوا بيعملوا بيصنعوا الفارق كلهم جاهزين طبعا كلهم جاهزين حته القفشه برضه زي ما قلت لك يعني قفشه الحقيقه وصل فورمه انا في رايي يعني هيبقى افضل لعيب محلي افريقي هتبقى ما بين قفشه وما بين محمد شريف
الاثنين دولت واصلين لمستوى عالي جدا 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 جدا. هو كل البطولات والالقاب بتبقى من الاهلي يعني، حتى هداف الدوري دلوقتي بنتكلم احمد ياسر ريان ومحمد شريف يعني، ودي حاجه اكيد شرفنا جدا. واحنا بنختم حضراتكم دلوقتي، بس هنعرض الاجابات والسؤال الخاص بالسوشيال ميديا اللي كنا بنسال حضراتكم توقعاتكم للتشكيل الخاص بمباراه الاهلي وكايزر تشيفز. واثناء ما احنا بنعرضها برده كابتن رمضان، يعني عايز اروح مع حضرتك لنقطه اخيره قبل لو كريم يعني عنده سؤال ثاني. فكره هنا ما قيل من الفريق الاخر سواء من المتحدث الرسمي الخاص بي او جمهوره او غيره من تصريحات او تعليقات، ان احنا يعني فيها نوع من البعض اراها ان هي محاوله تشويش. يعني لو احنا عارفين مباراه كبيره واهلي حاجه كبيره واحنا هنحاول، يعني اللي هو الانهزاميه شويه في بعض التصريحات كانت واضحه. يعني يمكن موسيماني كان عنده دي وهو في جنوب افريقيا على فكره برضه عشان داوز. ده موسيماني كان اكتر واحد بيعرف ينيم الفرق الثانيه، يعني تلاقيه تصريحاته كلها لا ده انا رايح العب النادي الاهلي، ده النادي الاهلي ومش هروح العب نادي الزمالك، ده نادي الزمالك لا يعني هو التنويم ده بس خلاص يعني مش ما حدش هياخد بيه دلوقتي. لا وبعدين حتى لو هو فعلا انهزموا في نهايه المطاف ده برضه بيبقى فيه شيء من الحفاظ على باء الوجه، ان هو من اولها قال لك ده احنا بنلعب بطل. وبعدين انت وصولك، مجرد وصولك للنهائي ده طبعاً انجاز كبير جدا وحاجه مهمه جدا، ومباراه يعني داخله في الصعوبه ان انت بتلعب نهائي، انت بتلعب نهائي وبتروح بيه بالنهائي ده كاس عالم طبعاً. يعني طبعاً. معنى كده ده طبعاً. حاجه مهمه جدا جدا طبعاً. لينا طبعا ان شاء الله باذن الله هنرجع بالعشره ان شاء الله باذن الله يا مسهل الحال ان شاء الله. كابتن رمضان جزيل الشكر لحضرتك، ربنا يخليك يا كريم. ربنا يخليك، شكرا يا فندم، وباذن الله كلنا نفرح يوم الحد ده اللي احنا منتظرينه من فريقنا، فريق الاهلي فريق كبير جدا، ومش بنتكلم في 80 مليون بس، احنا بنتكلم دلوقتي في اعداد ده اكتر من 100 مليون وشويه، بنتكلم مصري بيشجع، حتى مش مصري، في ناس مش مصريين كتيره جدا وبتشجع الاهلي. فباذن الله يوم الحد نيجي نقول صباح النصر ان شاء الله. نشوفك ان شاء الله يوم الحد. مع السلامه.